هلا رح نروح لمحطتنا التاليه نور، ودائما نحن بنحاول بكل صباح من صباحاتنا نضوي على الشباب، على خليني اقول المواهب الشابه، وعلى صحيح. ايضا المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر. اليوم الشباب السوري ممكن كثير يكون مجال عمله مختلف عن مجال دراسته، وبكثير من الاوقات بيكون لا في توافق بين الاثنين، وبيكون بلش مشروع صغير الى جانب دراسته لحتى يقوي من دخله، وبنفس الوقت يتمرن أكثر من خلال دورات تدريبية، من خلال التدريب. ومن هالمجالات اللي عم نشوفها هلأ موجودة بهذا الوقت هو الفوتوغرافر. رح نتعرف أكثر نور عن تفاصيل هاي الموهبة. أكيد سلمى، ومثل ما قلت يمكن كتير بالآونة الأخيرة عم نشوف هالشباب عم يتوجه لكتير من مجالات التصوير، وضمن إمكانيات فعليا بسيطة عم يحاول يطور حاله، عم تكون موهبة بالإضافة لسند إله داخل دراسته. كلهم طلاب جامعة حلوين وعم يتحدوا كل الظروف. صحيح. اليوم معنا المصور محمد حوراني رح يحكي لنا قصته كيف بلشت مع عالم التصوير وجاي من بانياس. اول شيء بدنا نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم يا رب. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم يا رب. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك، وصباح الخير اكيد لكل اهلنا ببانياس ولكل المحافظات السوريه اللي عم بيتابعونا. خلينا نبلش ونحكي رحله محمد مع التصوير، ايمت بلشت؟ هلا بالنسبه للتصوير، هلا بالبدايه، هلا مثل ما بنعرف انه اي انسان بيكون عنده موهبه موجوده بداخله حافز، بس هالموهبه ما بتكفي، لازم انه يطورها وينميها. وانا كنت بالبدايه يعني كان عندي موهبه انه بحب التصوير على ايام المدرسه، و بلشت تنمي هي الموهبه. تماما. شو بتدرس محمد؟ بدرس حقوق انا. فبلشت نمي هاي الموهبه من خلال انه الاعمال، شوف انه في اذا في مناسبات روح انه صورها واعملها. هالامور هي اللي نمت عندي هاي الموهبه، حتى صارت لي مو بس موهبه، حتى صارت لي انه عمل مصدر رزق. لحتى تماما تماما حتى عم قوم انه تطويره والسعي انه حتى اتقدم للامام ان شاء الله. إن شاء الله. إن شاء طيب الله. خلينا نحكي كمان البيئه بتلعب دور، والمناخ. لما نقول بانياس المحيط. فالمحيط اكيد بيلعب دور المصور. الطبيعه هي من اجمل الصور يمكن اللي بيلتقطها المصور. البيئه قديش لعبت دور لتنميه موهبتك، والاهل قديش لعبوا دور؟ لانه لما نقول حقوق كمان مزبوط. يعني عالم مختلف تماما عن عالم التصوير، وبدها جهد ودراسه وتعب، فالهوايه بتكون مستمره مع الدراسه. هلا الطبيعه هي العامل الاساسي اللي ساواني انه من موهبه لحتى تصير بالعمل. مثل ما بنعرف انه الطبيعه، انه الصوره مثلا صورتها مثلا تقلب للوحه على شكل لوحه. على شكل انه مثلا مثل غروب الشمس، الجبال. صحيح. الغابات يلي كل واحد مثلا بيساوي نظره فيها، والمكان المحيط هو العامل الاساسي يلي وثق هذا الشيء. انه صورت مثلا مكان طبيعه عايش فيها معظم الناس، وصلت لهي معظم الناس بصوره انه حبوا الطبيعه، حبوا الصوره. هذا الشيء اللي ساعدني انا حتى صير انه بالطبيعه اعطي صور حلوه وايجابيات حلوه ونجاحات. اكيد يعني فريق الاعداد كمان كان عم يحكي لنا انه رح يكون معنا شيء مميز من الصور. ويمكن هون بدي اسالك، اليوم كثير من الشباب سواء المحترف اللي هو مصور محترف عنده صفحه معروفه، هلا طبعا نحن عم نحكي عم نستعرض شوي من الصور اللي انت مصورها، اليوم اللي عنده صفحه معروفه كفنان او خليني اقول كمصور فوتوغرافر وهي مهنته اللي بيتقاضى منها رزقه مثل ما بيقولوا، او الشباب اللي هوايه صار يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هي الصور وتصير واضحه عند الناس، خلينا نحكي كيف استثمرت هذا الشيء؟ خصوصا انا بعرف انه انت عم تدرس محاماه، فيعني هي يمكن تضلها هوايه وليست مهنه. يمكن هلا هي كانت موهبه وحبيتها، وحاولت اني انظم بين الدراسه. هلا مثل ما بنعرف انه كمان الموهبه بدها تعب وبدها شغل، واهم شيء الصبر يلي بيحول الموهبه لعمل. وحاولت اني انظمها بين الدراسه والموهبه، انه التصوير هذا العمل، بحيث انه مثلا اذا كان عندي دراسه انه نظم جدول انه هذا الوقت للدراسه وهذا الوقت للتصوير، بحيث انه ما يصير تناقض بين الفكرتين، بحيث انه ما ياثر علي سلبيات اكثر من الايجابيات. هيك بهذا الشيء انه حسنت انه اكون واصل لحد هلا الحمد لله. طيب محمد، عم نشوف على الشاشه معك ومع المشاهدين صور من اعمالك، وكلها غالبيتها صور الطبيعه والمناخ الجميل
خلينا نحكي شو اللي بيستفزك كمصور بتقول انا بدي امسك الكاميرا وصوره هي اللحظه او هي اللقطه هي فعليا انه بتحكي وفيها معاني، لانه الصوره هي بتعبر بشكل او باخر عن حاله عم تترجمها من خلال صوره. اللحظات الاروع والاجمل هي لحظات، اكيد لحظات الفرح والسعاده. وبالنسبه اللي بحب وثقها، اللي بحب وثقها انا بكاميرتي، هي اكيد العامل الاول هو عامل الفرح، مثل الاعراس، المولود، الشغلات اللي يعني انه عن جد بتحسيها تماما، عن جد اللي بتحسيها انه بتعتبر انه صوره ذكرى بتربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، لانه هي عباره عن صوره ذكرى عم نوثقها حتى تعطي فكره حلوه. الحلو نحن عم نشوف يعني اغلب الصور هي من مشاهد بتوثق مثل ما بيقولوا جمال الطبيعة، سواء جمال بانياس أو الشوارع بالمحافظات اللي أنت مرقت فيها. دائما أي مصور وخصوصا الهاوي بالبداية بيكون بيلفته غروب الشمس، لحظات معينة، اكتمال القمر، مشاهد معينة مثل المياه، إذا في نهر، إذا في بحر. فخلينا نحكي، هل كنت تشوف تجارب لأشخاص مصورين محترفين، ولا بلشت أنت تصور وتشوف هاي اللقطة قديش إلى ردة فعل؟ يعني بلشت تلعب على أنه نسب الإضاءة بالصورة كيف بتكون؟ أخذت دورات عن هذا الموضوع ولا كله كان بس هواية؟ لا كانت هواية، وحاولت مثل أنه حاولت طورها ونميها. أكيد أخذت دورات وأكيد عملت، وكنت بالبداية يعني واجهت صعوبات، يعني أكيد الواحد لازم أنه الواحد بيشوف اللقطة شيء بس لما بيصورها بتطلع شيء تاني. بعد ما أشوف أنه مثلا عم يساوي الواحد هيك مصور محترف استفاد منه بعمر، أنه كنت بالبداية هو يعني محترف، فكنت أتعلم منه، أخذ منه شو المطلوب شو الهي، وساعد أنه طورها بهالصور هاي، وحتى أعطت صور منطقية. معك محمد عن تفاعل الناس مع صورك، يعني انت معروف بمنطقتك وعم تحاول يمكن تعمل شغل بباقي المحافظات السوريه، ردود الافعال اول ما بلشت تصور كيف كانت ولهلا كيف مستمره؟ هلا اراء الناس مدارس لا يخلى الامر من نقد. بالبدايه يعني كان في تناقضات، كان في اراء حسب الاراء، يعني كان في ايجابيات وسلبيات، بس هلا لحد انه حاولت استفاد من السلبيات هاي حتى سعيت لتطويرها واعطي صور منطقيه بحيث انه توصل للشخص بصوره حلوه ومناسبه، حتى صارت نجاحات وايجابيات حتى اعطت صور تمام. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، قديش بتشوف هذا الطريق صعب وخصوصا بهذا الوقت؟ يمكن اللي بيعرف تماما اللي بيعرف الكاميرات بشكل عام تكلفتها اصبحت غاليه جدا، في كثير من الشباب ممكن يدمج بين كاميرا الموبايل اللي بتعطي دقه جيده وانه جهاز واحد، لصعوبه مثلا تامين كاميرات وعدسات وغير ذلك. لهون ببلشوا لحتى يبلش يدخل بقى هذا الشغل يتحول يعطيه مردود مادي. اليوم قد ايه بتحرص انت تكون عم بتجيب هيك مثل ما بيقولوا الكاء او القيمه الصغيره اللي هي ممكن تساعدك لحتى تبلش هذا المشروع بشكل احترافي، ولا لا انا بس هوايه وبس اتخرج رح انتقل للحقوق ما عاد بقى؟ على صعيد العمل اكيد ما رح خلي الموهبه تموت، ورح خليها تتطور، وحتى انه يعني اذا تخرجت ما راح خليها انه تروح، راح اساويها عمل وان شاء الله افتح استوديو ان شاء الله وظبط الامور ان شاء الله. ومن ناحيه الدراسه اكيد لا يخلى الامر، يعني الا الواحد بده يتخرج بحيث انه يتفرغ للمهنه، يا اما مهنه المحاماه يا اما مهنه التصوير، عرفت كيف؟ اكيد نتمنى لك التوفيق. محمد بالختام كلمة أخيرة لكل الشباب اللي عم يتابعنا وعنده موهبة بالإضافة للدراسة اللي عم يمارسها وحابب ينميها، لكن يمكن الظروف اليوم صعبة الاجتماعية والاقتصادية على الكل خلال سنوات الحرب على سوريا، شو بتقول له؟ أي شاب عنده موهبة وحابب ينميها لا يقصر. هلا صح هي الظروف الصعبة اللي نحن عم نمر فيها هي مثل ما بيقولوا حاجز لتجاوز، انه حتى يعمل انه يخليه هي الموهبه تتحول لعمل ويصير انه مورد دخل وهي الشغلات هي، فانه ان شاء الله يعني الرب يوفي يا رب. ان شاء الله يا رب وموفق اكيد بمشروعك، سواء بمشروعك المهني كمحامي
او بمشروعك ايضا اللي هلا بلشت فيه وهو التصوير. نتشكر وجودك معنا واهلا وسهلا فيك. كمان شكرا لك المصور محمد حوراني، بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله بنشوف لك معارض في دمشق والمحافظات السورية. في تحضير لمعرض ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بالتوفيق. ان شاء الله.